عندهاش اثبات واضح لقامتها، لان احنا ما بنعوضش بس المقيمين، احنا بنعوض الملاك. يعني ملاك هذه الاماكن لهم طريقه للتعويض زائد المقيمين. يمكن بعض الناس بتقول الله هو المحل ازاي ياخد هذه القيمه، ده المحل احنا بندي تعويض لشاغل ليه فقط، لكن في مالك تاني للمحل بياخد تعويض اخر. ودي اللي كان الشغل كلها على هذا الموضوع. يعني احنا ما حطناش ارقام من دماغنا، احنا في لجان شكلت، لجان متخصصه في هذه المسائل، وهي اللي فضلت وهي اللي حددت الموضوع. ماشي كويس الحمد لله. وزي ما قلت ان القاطنين في مثلث باسبيرو ثلاث فئات، فئه قبلت انها ترجع تاني المكان، عايزه ترجع تاني المكان، ودول اديناهم 40,000 ايجار لثلاث سنوات، وبنديهم عقد ان هم هيرجعوا في نفس المكان. في نوع تاني عايز التعويض المالي، ودول اديناهم على كل وحده سكنيه حسب عدد الاوض بتاعتها. الاوضه بتاخد 40,000، حتى الصاله بتصير 40,000. بالاضافه لكده بعد ما نشوف حساب الشقه كام بيديهم 60,000 بدل الحال. النوع الثالث ان هم طلبوا يروحوا الاسمرات، بنوديهم الاسمرات، ودول بلغ حوالي 450، بين 450 و 500، وبياخدوا القيمه كمان الزياده عن ثمن وحده الاسمرات لو هم لهم قيمه زياده. ماذا بعد ازاله مثلث باسبيرو؟ هل في خطه؟ في مشروع معمول وحي